أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي المحاضرة الرابعة في الفيجن. فإحنا دلوقتي هنبتدي كعادتنا بالجزء الأصيل في المحاضرة، وهو مناقشة الأسئلة بتاعة المحاضرة السابقة. وقلنا كده بليز الامتحان معظمه ام اس كيو، واحسن حاجه في الام اس كيو مش انك تقرا نظري، انك تحل كتير ام اس كيو. دي حقيقه عارفها كل الناس هنا في نورث امريكا. فالسؤال الاول بيقول لي اكتيف ميدريزيس از كوزد باي، هل ليجن في الاوكل موتور نيرف؟ ليجن في الاوكل موتور نيرف ده هيشل البيبيلي كونستريكتور، هيعمل باسيف ميدريز، يبقى دي غلط. اتروبين اي دروبس شرحه، الاتروبين ده باراسمباثوليتيك، بيسموه كيميكال باراسمباثيكتومي، يعني بنقطع البارا كيميكال، هيشل الكونستريكتور خلاص، فيحصل باسيف ميدريز. انما الادرينالين هو اللي بيشغل البيبيلو دايليتور دايركتلي، فهيعمل اكتيف ميدريز. يبقى الاجابه الصحيحه سي للسؤال الاول. مورفين طبعا ده بالعكس مش بيعمل مايوسيس بس، ده بيعمل سيفير مايوسيس، ماركت مايوسيس، قد راس الدبوس بيبقى الحلقه بين بوينت. السؤال الثاني ريجاردنج رودز ان ذا ريتينا، دي هاف فيري لو لايت انتنسيتي، بالعكس الرودز عندها فيري هاي لايت سنسيتيفيتي. ليه؟ احنا فاهمين عشان عندها اكسلنت سبيس سبميشن، 200 رودز بيروحوا لون باي بولار سيل. طب يبقى بالتالي 200 نقطه هتشافوا نقطه، يبقى they have very high visual acuity، غلط برضه. انما they exhibit excellent space summation، دي الاجابه الصح سي. they are capable of color perception، بيشوفوا الالوان، لا الكالرز وظيفه الكونز، ده هم عندهم بيجمنت واحد. يبقى الاجابه الصحيحه سي like cat. Regarding the photoreceptors potential all are correct except، يعني انت حضرتك اختار الخطأ. The light separates opsin from retinal، اجابة صحيحة. The light بيعمل depolarization of the photoreceptor، ولا غلط. الدارك هو اللي بيعمل depolarization، قلنا الدي مع الدي، يبقى دي الاجابة الخطأ اللي تختارها اجابة بي. انما اللايت بيأكتيفيت السايكليك جي ام بي فوسفودايستريس طبعا، وبالتالي بيكسر السايكليك جي ام بي، وبالتالي بيقفل الصوديوم شانل، وبالتالي بيحصل هايبر بولاريزيشن. هل اللايت بيزود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر؟ لا، بيقلل الريليس اوف كيميكال ترانسميتر، الدارك هو اللي بيزود عشان يعوض نقص الفوتونز، قلناها قبل كده. السؤال الرابع ريجاردنج دارك ادابتيشن، it does not occur in the fovea centralis، غلط. fovea centralis كونز فقط بس بتعمل الماينور رول في الدارك ادابتيشن، يبقى دي اجابه خاطئه. ذا مين كوز از ميدريسيس، غلط. الميدريسيس بتزود 16 مره بس الحساسيه للضوء، بينما في اللايت ادابتيشن الحساسيه بتزيد، افتح ودنك، 100,000 ل 500,000 مره. انما بيزود السيجنال انتنستي ان ريتينال نيورونز، طبعا هي دي الاجابه الصحيحه سي، ودي من رائع الخلق ان في الريتينال نيورونز السيجنال عكس كل الجسم، ما هوش اكشن بوتنشال، ما هوش نيرف امبلس، انما ريسبتور بوتنشال، جنريتور بوتنشال، لانه كان بي جريدد، بيتقلب لاكشن بوتنشال في الجانجليونيك سيلز. يبقى الاجابه الصحيحه سي. ات ليدز تو انكريز ريتينال ثريشولد تو لايت، لا ده هو بيقلل الريتينال ثريشولد تو لايت، في الدارك الريتينال ثريشولد بيقل، اللي بيزيد الريتينال سنسيتيفيتي. طيب السؤال الاخير، يبقى هنا السؤال ده اجابته سي. السؤال الاخير ريجاردنج ريتينا، السيجنال ترانسميشن ان ريتينا از كوزد باي ريسبتور بوتنشال، اجابه صحيحه لسه قايلين ايه. انما الفوفيا سنترالس فيها مور كون ذان رودز، لا فيها كونز فقط مش كونز اكتر من رودز. الاوبتيك ديسك تمبورال تو ذا فوفيا سنترالس، لا نيزل تو ذا فوفيا سنترالس. التشانلز بتاعت الفوتو ريسبتورز ار كيبت اوبن باي سايكليك اي ام بي، لا هي كيبت اوبن باي سايكليك جي ام بي. وعليه الاجابات، السؤال الاول والثاني اجابتهم سي فور كات، الثالث بي فور بيبي، الرابع سي فور كات،
الخامس A for alpha. ده الجزء الأساسي اللي بقوله لأنه هعيدها تاني يا أولاد. افتح أي كتاب بيتكلمك على إزاي الـ MSQ. الـ MSQ الاستعداد ليه أساساً بحل أكبر كمية من الـ MSQ وقراءة نظري أقل. مش إنك تقرأ نظري هتحل الـ MSQ. عمره ده ما هيحصل. طيب. توكل على الله نبتدئ. حتة الأول صغيرة قبل ما ندخل في الموضوعات المطولة. الـ types of ganglionic cells. We have two types of ganglionic cells. عندنا في magno يعني كبير ganglionic cells وفي parvo ganglionic cells يعني صغيرة. الأول هارا الجدول نشوف هنفهم ايه مع بعض يا ولاد. الماجنو بيقول لنا size of the cell large وعليه الريسبتيف فيلد زي ما انت شايف في الرسمه برضو لارج اهو. طيب الكوندكشن فيلوسيتي هاي. طبعا طول عمرنا عارفين ان اللارج نيرف فايبرز حتى بتبقى عندها الهايست فيلوسيتي في كوندكشن. الديسشارج ترانزينت مؤقت وبالتالي هي مخصصه في الديتكشن اوف موفمنتس اند تشينج ان لايت انتنسيتي. لما ناخد البارفو العكس خد بالك انا في اول بقرا ما بشرحش هنا حتى بتلاحظ كعاده العبد الله بيحب قبل ما نبتدي كلها بحرف الاس سمول سايز اوف سيلز وعليه سمول ريسبتيف فيلد الكوندكتيف فيلوسيتي سلو بات سستيند يعني مستمر انفولفد ان كلر فيجن تكتشر اند فاين ديتيلز. انا قصدت اقرا الاول يا اولاد عشان افهمكم ان احنا هنا بنفهم ما بنحفظ مش مجرد ان الحاجه اللي هنتباهى بيها الدكتور ناجي حاطط كل البارفو باس اعكسها يبقى الماك. لا في نظره خاصه بالعبد الله الرؤيه مزيج من شيئين متحرك وثابت. عند اجيب اكزام انا لو واقف كده قصادك او بشرح وبتحرك وبحرك ايديا يبقى انا متحرك في حين الباك جراوند الصوره اللي ورايا والحاجات دي ثابته. فاحنا عاوزين نوعين من الجانجليونيك سيلز واحد متخصص في المتحرك اكتر يديتكت الموفمنتس وواحد متخصص اكتر في الثابت. طبعا اللي بيديتكت الموفمنتس لازم يبقى سريع وترانزيت لارج وبالتالي يبقى لارج يعني سريع rapid وترانزيان. انما اللي بيديتكت الحاجه الثابته ده لازم يبقى slow sustained وعليه يبقى small. طيب وهديك مثال هوريها لك دلوقتي حالا. انا هثبت ايدي كده ايه رايك انت دلوقتي شايفها انا مثبتها شايفها بالparvo cells فانت شايف الكالرز بتاعت ايدي كويس قوي التكشر والفاين ديتيلز في ايدي لانك بتستخدم انهي نوع الparvo اللي هي بتديك سلو وسستيند بطيئه لكن سستيند خلاص ولانها صغيره. هحرك ايدي كده ايه رايك انت لسه شايفها بس ايه رايك في الكالرز وفي الديتيلز راحوا مفيش نو كالرز اند نو ديتيلز ليه لانك ولكن شايفها لانك محتاج حاجه سريعه وفي نفس الوقت ترانزيت بس مش هتديك كل المواصفات بقى مش هتديك الديتيلز زي ما هي ديتكشن اوف موفمنتس يبقى تقدر تعب بيها المومنتس. وحاجه تاني لطيفه لو انا النور دلوقتي احنا الحمد لله اللي هنا عندنا صبح لو انا مستخدم الكتريك لايت والنور عارف لما بيلعب ساعات يوطى ويعلى يبقى عاوز حاجه سريعه تو ديتكتيف يبقى رابيد اند ترانزيت ده بالماجنو جانجليونيك سيلز. ففي رؤيه خاصه بالعبد الله ان الرؤيه مزيج من شيئين المتحرك حاجه بتتحرك اللي هو انا مثلا بشرح وامشي ورايا حاجه ثابته. So we need two types of ganglionic cells. نوع يجيب الثابت ده لازم يبقى كله بالاس slow sustained وده اللي small. Small ganglionic cells small receptive field. وحاجة تانية بتجيب المتحرك اهو ما في ثابت لكن فيه لازم تبقى transient ورابيد ولازم تبقى large عشان تبقى rapid. ده الماجنو سيلز. يبقى لماذا قسم الله الganglionic cells إلى نوعين في رؤية خاصة بالعبد الله؟ لأن الرؤية مزيج من الثابت والمتحرك. الثابت هيديك الديتيلز
هيديك الالوان. المتحرك هيقدر يتابع الموفمنتس والتشينج ان لايت انتنسيتي. ده وريتكم الفرق بين نقرا مع الطلبه ونفهم ليه في تو تايبس اوف جانجليونيك سيلز. I hope I'm clear and I'm always clear. طيب نيجي نقاط بس في الام اس كيو كده يا ولاد احبكم تعرفوها. خدناها قبل كده. في عندنا نوعين من النيورونز في الريتنا اسمها هوريزونتال سيلز يعني بالعرض، ودي انهيبيتوري سيلز بس بتعمل انهيبيشن للرودز والكونز، نيجاتيف فيدباك رودز اند كونز، يبقى الهوريزونتال للرودز والكونز. بينما الاماكراين سيلز، اماكراين يعني ملهاش برانشز، هي اكشوالي عندها فيري شورت برانشز، اماكراين سيلز دي برضو انهيبيتوري سيلز بس دي بتنهيبت الجانجليونيك والبايبولار سيلز، يبقى ما نلخبطش. الهوريزونتال بتنهيبت الرودز والكونز، انما الاماكراين الجانجليونيك سيلز والبايبولار. دي بتفيدنا في ايه؟ خدنا المثال في السي ان اس لو فاكره اللي هو اللاترا انهيبيشن، بس هنا هناخده بطريقه تانية. حاجه اسمها اوف سنتر اون سراوند، يعني شوف انت السنتر هنا غامق والسراوند فاتح، وهنا بالعكس اون سنتر، السنتر شغال اون واللي غامق هو السراوند اوف سراوند. ازاي انت بتشوف بهذا الوضوح الاسود من الباك جراوند الابيض السراوند، او الابيض من الباك جراوند الاسود اللي هو السراوند بظاهره اللاترال انهيبيشن؟ انه هقولها لكم تاني، مش بس الريسبتور اللي في السنتر، افرضناها اون سنتر يبقى السنتر الريسبتور اللي فيها تزود الديسشارج. لا انا مش هكتفي بكده بس، حتى يبدو الفرق جليا واضحا، الريسبتور اللي حواليها اللي في السراوند هتقلل الديسشارج، فيبقى الكونتراست دي زودت ودي قللت كمان، فالكونتراست يبقى اكتر. طب مين اللي هيعمل ده؟ محتاجين انهيبيتوري سيلز اللي هي الهوريزونتال سيلز، يبقى ظاهره اللاترال انهيبيشن اللي حتى كنت اديت المثال بتاعه لو كنت فاكر في الريتنا فور شاربنس اوف سنسيشنز. يبقى في اون سنتر اوف سراوند، او بالعكس هيبقى اوف سنتر اون سراوند. الانهيبيشن بيخلي الكونتراست يبقى اكتر فالرؤيه تبقى اوضح، واظن حضرتك شايفها زي دلوقتي، واظن ممكن تقول انت شايف باني خلايا دلوقتي الصوره الثابته. اظن دي تبقى مين اللي شغال اني جانجليونيك سيلز، البارفو سيلز اللي هي بتدي الديتيلز وبتدي الكالرز. تعالى بقى في حاجه اسمها كومبلمنتري كالرز برضو هنجيلها في الكالر فيجن تعرفها. الكومبلمنتري كالر اللي هم اوبوزيت كالرز يا اولاد، اللي هم يعني بيلغوا بعض، اللي هو عندي انا اخدت تو اكزامبلز اللي هم الاصفر مع الفايلت. عندنا ساعات في الجامعه بتاعتنا بيكتبوها البلو، هي اساسا البيربل او الفايلت الاصح. يعني ايه بيلغوا بعض؟ هديك مثال، يعني لو انت جبت شعاع بيدي ضوء اصفر يبقى جربها في البيت، هات لمبه بتدي مصباح اصفر، وهات مصباح اخر لمبه اخرى وحط عليها ورقه شفافه زرقاء هتدي ازرق، في مكان الالتقاء هتلاقيهم لغوا بعض opposite to each other ايه white color، دول يسموهم complementary color متكاملين، اللي هم opposite to each other اللي هم بيلغوا بعض، اللي هم في نقطة الالتقاء بيدوا لون ابيض. ومثلهم المثال التاني اللي مش رسمه الريد مع الجرين. تقول لي طب ادينا فقرة معلومات عامة دي تفيد في ايه؟ ال opposite colors في ال wheel of colors في دائرة الالوان بيبدو كونتراست جامد، فانت يعني لو عاوز حاجه فيها كونتراست تعمل اعلان عاوز الالوان فيها كونتراست، ابقى روح ارجع على الكالر ويل ودور على الكومبلمنتري كالرز جوجلت. وانت لو انت بتشتغل بتعمل اي لوحه لاعلان وعاوز الكونتراست بين مثلا الباك جراوند والفيجر جامد، اختار كومبلمنتري كالرز اللي هم عكس بعض تماما. اديني اديتك الفايده بتاعتها في الحياه. طيب نيجي بقى لموضوع مهم جدا يا اولاد، هو الكالر فيجن. الكالر فيجن هو the ability of the retina to distinguish colors.
مقدرة الريتنا to distinguish colors. أول ناس فكروا في الحكاية دي اتنين اسمهم يانج أندرو يانج الاسم الحقيقي يعني وهيلم هولتز دول اتنين مش واحد فحطوا حاجة اسمها يانج هيلم هولت ثيري هم كملوا بعض الحقيقة أو سموها تراي كروماتيك ثيري يعني الألوان الثلاثة نظرية الألوان الثلاثة وكان ذلك أديني كاتبها لك عشان برضو بحب الزملاء الأصغر سنا يعني استفادوا في سنة 1850 أنا عارف إن الزملاء الأصغر سنا بيسمعوني وعارف إن حضراتكم في يوم من الأيام هتبقوا أساتذة أفاضل وهتدرسوا فأنا قاصد بهذه المحاضرات حتى إنها تبقى مرجع أنا عارف إن في ناس كتيرة من الزملاء الصغيرين في السن مش عايزين يقروا مش عايزين يبحثوا أنا شخصيا بحب جدا الاطلاع والمعلومات والقراءة فبقول لهم فكرة سهلة ارجع لليوتيوب ارجع للفيسبوك خد المحاضرة اللي هتقولها تاخد منها المعلومات اللي انت عايزها بس بي اونست يبقى قول الريفرنس بتاع المعلومات اللي انت بتقولها يعني زي ما انا حتى اونست مع روحي بقول لك المعلومة دي خدتها عن طالبة ألمانية دي اتس نوت ماين هي اللي قالت لي ده الحاجة اللي مطلوبة انما ما تدعيش لنفسك ما لم تفعله انا عامل هذه المحاضرات نمرة واحد لتسعة عشان خاطر الطلبة الأعزاء نمرة 10 عشان الناس البوست جراديت بعد 10 خد بقى 11 ل20 الزملاء بدل ما ندخل نقرا مع الطلبة شوف موديل اكزامبل محاضرات هنا بتتقال ازاي وبقول لك ما تتعبش خد المحاضرة مكمل السيريز ونقيها وقول بالظبط عندك الترمينولوجي عندك التواريخ كل حاجة حصلت ازاي عندك الدياجرامز بس بليز بي اونست هنا لازم تقول الريفرنس ما تدعيش لنفسك ما لم تفعل ده اللي اطلبه حتى ان لم تفعل انا مسامح يا سيدي في حقك ما تزعلش بس قولوا كلام كويس خلينا ننهض باممنا يعني ندخل في الثوره المعلوماتيه نرجع تاني اكمل طبق معلومه فقره معلومات عامه عشان تفتكر نظريه الكالر فيجن وهي نظر مهم اسال اسمها يانج يانج هنا عندنا شارع بس السبيلنج مختلف اسمه يانج ستريت YONGE يانج ستريت ده لو في جينيس ريكورد هتلاقي ان هو اطول شارع في العالم هو اكشوالي اطول شارع في العالم لو اتحط مع هاي واي 11 هو يبعد عني هنا ماشي بتاع حوالي 10 مينتس الشارع ده لو خدته مع هاي واي 11 هيبقى هو اطول شارع في العالم وهو 1896 كيلو متر بس طبعا مش هيكمل كشارع ما انت هتكمل كهاي واي 11 لكن هو نفسه طول يانج ستريت لو خدته لوحده مش هيبقى اطول شارع في العالم هو 86 كيلو لو خدته لوحده يبقى اطول شارع في العالم بس انا مش فاكر اسمه اعتقد في نيوزيلاند انما كل الناس هنا في كندا في تورونتو بيقول لك ان يانج ستريت عندنا لما تاخده مع هاي واي 7 هاي واي 11 هيبقى هو اطول شارع في العالم 1896 كيلو بيوصل ما بين ليك اونتاريو اللي وريتها لكم في الصور اللي احد البحيرات الخمسه العظمى وليك ثانيه صغيره شويه اسمها ليك سيمكو كانت هذه فقره المعلومات العامه يانج ستريت هو اطول شارع في العالم نظريه الكالر فيجن